تواصل الأمم المتحدة بالتعاون مع سلطات الصحة الفلسطينية لليوم الثاني تطعيم 640 ألف طفل في قطاع غزة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية الانتهاء من تطعيم 72611 طفلا في اليوم الأول، مؤكدة أن ما لا يقل عن 90% من الأطفال يحتاجون لجرعتين من التطعيم تفصل بينهما 4 أسابيع. وسط مباني مدمرة وخيام ممزقة، تواصل الأمم المتحدة بالتعاون مع سلطات الصحة الفلسطينية تطعيم 640 ألف طفل في قطاع غزة بعد أن وافقت إسرائيل وحركة حماس على فترات توقف قصيرة للقتال في الحرب المستمرة منذ نحو 11 شهرا للسماح بتنفيذ الحملة. بدأت الحملة في مناطق بوسط قطاع غزة وستنتقل إلى أخرى خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن يتوقف القتال ل8 ساعات على الأقل على مدى 3 أيام متتالية. سمعت إنه في حالات كتير منتشرة لشر الأطفال، فسمعت إنه برضو جابوا تطعيم لشر الأطفال، وأنا والله خايفة على أولادي عشان ما يصيرش إشي يعني معاهم، فأنا رح أروح أطعمهم إن شاء الله. وتتوقع منظمة الصحة أن تكون هناك حاجة إلى تمديد فترات توقف القتال ليوم رابع، وأن تستغرق الجولة الأولى من حملة التطعيم ما يقل قليلا عن 2 أسبوع. طبعاً عامل تطعيم في الوضع اللي احنا بنعيش فيه، وضع المأساة والأمراض المنتشرة بين الأطفال، طبعاً كتير له أهمية قوية كتير، طبعاً بحافظ على أطفالنا، وإن شاء الله بظل هالأيام هذه في الحرب تكون سلام يعني على الجميع إن شاء الله. ويقول مسؤولون في منظمة الصحة العالمية إن ما لا يقل عن 90% من الأطفال يحتاجون لجرعتين من التطعيم تفصل بينهما 4 أسابيع حتى تنجح الحملة، لكنها تواجه تحديات مهولة في قطاع غزة الذي دمرته الحرب إلى حد كبير. وأعلنت الأمم المتحدة عن حملة التطعيم بعد أن سجلت الشهر الماضي أول حالة شلل الأطفال منذ ربع قرن في قطاع غزة، وقد أصيب بها طفل يبلغ 10 أشهر في وسط قطاع غزة. وقالت عائلته التي اضطرت للنزوح مرارا بسبب الحرب إنهم لن يتمكنوا من تطعيمه مثل حال العديد من الأطفال في القطاع.